لالوزا مسكوت شو اليوم؟ اليوم مسكوت شو؟ الله يبارك لالوزا، أنا نموت على المسكوتة. ليه ما حدق مسكوت شو بالطبع وش نهدي؟ بصح كاينين سوربريز لداخل. اللي هي؟ درت انمول ودرت لوزا لداخل كتقطع راح تصير مكتوب لوزا. وريني المول ورا. وريك المول. إيه. شفتو؟ بصح لالوزا بغيت نفهم حاجة، كيفاش ديري هذاك الاسم لالوزا لداخل؟ كي لاباط تاعك طايبة وما طيبيهاش، أنا فهميني ما راني. كاينين تكنيك مهدي باش نديرو لو نوم تاعنا داخل لو كاتو. نخدم ان بيسكوي وحده نطيبو نطبعو بهاد لومول هدايا. ايوا. ومن بعد نحط لاباغي تاعي تاع المسكوتشو داخل لومول ديالو. اوكي. ايه ونحط لو نوم ديالي ساير داير. ونكمل نزيد نكمل لاباغي تاعي من فوقه باش نغلق كامل المسكوتشو ديالي. هذه ماشي سهله لالوزا. ايوا عارا. يا الله. ايه. على قطع وتلقى لنا سوربريز حضر. لا الله. ايه. ندوقو؟ ندوقو بيان. خلينا نشوف لالوزا. يلا. حبيت تكتشف لا سوربريز تاع اليوم. ايوا. خلينا نشوف لالوزا. لالوزا لا والو. هذه هي لا سوربريز. فهميني راني كومبليتمون بيردو. شوف بالعاني انا قلت لهم يكتبوا لوزا لداخل. وهو امبوسيبل يقدروا يخدموا لوزا. ياك. علاش؟ علاش؟ باسكو لو كاتو فيه الخميره صافي هذوك الحروف راح يتبعثروا داخل لو كاتو تاعنا. ورحتي درتي المول وكل شيء. ايه هو لازم هما لازم نتستيهم. عطيت لهم هاد الحيله تاع المسكوتشو اللي نديروا فيه لوزا من الداخل هو جو سوي سيغ بلي امبوسيبل يندار ولا يديرها. لوزا واعره بزاف جدا. شحال طبعت؟ أهلا بس حدوق معليش. هيا نذوق المسكوتشو. هيا مرحبا. بسم الله.